مساء الخير مشاهدينا الكرام، أحييكم وأحيي اختياركم للقناة الوطنية الأولى لمتابعتنا. مرحبا بكم في هذا العدد الخاص من برنامج حدث وتحليل، وفي هذه البرمجة الاستثنائية أيضا مواكبة لانتخابات المجالس المحلية واللي شرعت التلفزة التونسية ومنذ الأمس في بث حلقات خاصة بهذه الانتخابات. وفيها في هذه البرمجة وفي هذه الحلقات نسلط الضوء على الأقاليم الخمسة ومختلف ولايات الجمهورية، المقدرات، المشاكل، متطلبات وتطلعات كل ولاية وما ترنو إليه من تنمية طبعا في علاقة بالمجالس المحلية المرتقبة. هذا باش نتناولوه في الجزء الثاني، ولكن في الجزء الأول مشاهدينا سنخصصه للمستجدات الوطنية والعالمية من خلال القراءة المتأنية لبعض عناوين الصحف والعناوين الواردة في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية. هذه المحاور طبعا يرافقني في تناولها وتحليلها ومناقشتها الأساتذة اللي تعودت بهم محللي البرنامج، الكاتب الصحفي سفيان بن فرحات. مرحبا بك سفيان. وأيضا الكاتبة الصحفية طبعا فاطمة بن عبد الله الكراي. مرحبا بك أستاذة. البداية مشاهدينا إذن بأبرز ما ورد في الصحافة الوطنية والعالمية من عناوين. الشروق كتبت في عنوان عريض: إشادة فلسطينية وعربية باستقبال بلادنا لجرحى غزة. من ناحيتها عنونت لو كوتيديان عن اتفاق التبادل الحر بين بلادنا وتركيا. لابريس من ناحيتها كتبت في افتتاحيتها عن قبر حل الدولتين في الشرق الأوسط. أما لوتون فاختارت من العناوين في صفحتها الأولى الحوار الاجتماعي. وكالة تونس أفريقيا للأنباء تحدثت من جهتها عن جلسة العمل في البرلمان حول اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الإلكترونية. كما تعرضت إلى تعهد تونس في كوب 28 بزيادة مصادر الطاقات المتجددة في العالم بحلول عام 2030. في الصحافة العالمية والعربية كتب المصري اليوم عن شرطي إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة، وكتبت الجزيرة نت عن عزم إسرائيل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر، فيما شددت القدس العربي على تحذير الأمم المتحدة من السيناريو الأكثر رعبا في غزة، في حين تعرضت لوموند الفرنسية إلى اشتداد القصف الصهيوني على غزة، لتكتب لوفيغارو عن تداعيات هذه الحرب على اقتصاديات بلدان الجوار. طبعا هذه البعض من العناوين الواردة في الصحف الورقية والإلكترونية وطنيا وعالميا. البداية معك كالعادة أستاذ سفيان بن فرحات، أي العناوين تختار للنقاش والتحليل؟ أكيد العنوان الأول اللي هو مصدر جرايد ومصدر وكالات الأنباء، وكذلك اليوم الشروق حطته مانشيت مهم جدا بصورة الحق معبرة جدا، رئيس رئيس الجمهورية مع الطفلة الفلسطينية وتلك الصور التي تداولت على مستوى عالمي ككل. احنا مش من بلدان الجوار او بلدان الطوق، لكن في حالات معينة الشجاعة والمروءة هي بطولة. علاش؟ على خاطر الفلسطينيين ما عدا الان اليمنيين اللي يقفوا معاهم مطعونين مطعونين. وبالتالي الموقف في الحق التونسي هو مش غريب، الشعب التونسي في وجدانه وفي عقله وفي ذاكرته وفي جواجيه معناها موجوده القضيه الفلسطينيه، معناها تختلج في ضمائر التوانسه الكل، وتلاحظ اللي ثم مسحه من الحزن عند التوانسه الكل، مش من الكآبه لكن من الحسره والحزن على مستجدات في فلسطين، مقهورين الناس. وهذا لاحظناه حتى في الحرب ضد العراق. العراق وفلسطين عزيز ياسر على التوانسه، المنطقه العربيه عموما، وهي ظاهره يجب ان تدرس سوسيولوجيا. هذا الارتباط يكاد يكون الحميمي جدا من القضيه الفلسطينيه اللي يتميز به الشعب التونسي. لكن كان ثم بعثه طبيه ومشات طلائع من مختلف القوات المسلحه، والحق مشاو للعريش ورتبوا الامور، ما كانتش سهله مع مصر. ثم في تونس ثم تحذير نتاع مستشفيات عموميه وكذلك مستشفيات او كلينيكات خاصه. مهم جدا، مهم جدا. علاش؟ على خاطر الدول العربيه الاخرى شفنا اولا الهرولة الى كوب 28 و
معناها اللي حاضر فيها الرئيس الصهيوني هيرزوغ هذا، وفتصلوا في العلم قاعدين يحكيوا معاه ويحكيوا على، ومش قاعدين يحكيوا على غزة قاعدة تحرق بكلها بأشجارها بأناسها بتراثها بتاريخها، يعني عملية متاع إبادة جماعية جينوسيد بيتم على الكلمة. ثانيا ثم أخبر دائرة مقال تحتيني هو هبط اليوم في الشروق قريته في الصباح ومهم جدا، كتب واحد الزملاء الصحفيين علاش وقفت الهدنة. الهدنة وقفت عدة اعتبارات، لأنه عدو صهيوني حب يبدل معناها عسكريين بمدنيين، وثم مدنيين ما زال كيشدهم كما عهد الفتاة هذيك، ومن بعد يسيبوها وغيره، ولا أصغر واحد سيبوه شاب صغير شدوه في جويلية وسيبوه تو. من الشروط اللي خليته أنه ما نجحتش لأنه حاضرين في الدوحة ممثل الموساد، ممثل وكالة الاستخبارات الأمريكية، قيادات من حماس، وكذلك وزير خارجية ومسؤولين قطريين. يصرح نتنياهو في نفس الفترة، ودائر موجود بهم تحليل كامل في الشروق مهم صفحة 5 دولية 7، يقول لهم احنا باش نقتلوكم الكل بما فيهم انتم اللي هنا في الدوحة، والناس اللي في دمشق واللي في بغداد وكل شيء، حتى القطري اللي هو متواطئ معاهم قال لهم يا ولدي كيفاش معناها تتفاوض معاهم ولا الحاسدوا. في الاخر قبل ما يمشي عمل لي رسالة شكر من المخابرات المصرية والمخابرات الإماراتية والمخابرات القطرية والسلطات كذا، هذا نتاع الموساد عملت لي رسالة شكر اللي عاونوهم باش يسيبوا معناها تقريبا 50 أسير وأسيرة وغيره، في حين أنه بلدان كما تونس ما خذتش الموقف نتاع التواطؤ ولا باش يشكلها العدو، الوشاحة نتاعها ولا تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن الأطباء نتاعنا شباب صغار وطبيبات منهم معناها ابنة زميلتنا فاطمة هي تتحرج باش تتكلم عليها، أما أنا في بالي بها وتابعتها وقعدت نتبع الحق، يعني كي بنتي هي نتبع أكيد باش يمشي المنطقة هذيك كلها متفجرة وغيره، مشيت وهي اللي حتى في الصورة اللي حاملة الطفلة نتاعها بنت فاطمة، ومك ما تلك الشبلة إلا من تلك اللبوة، حق نحب نقولها بكل صراحة. نعم، وصور تصفيق كان معناها إنساني جدا، يعني أطفال فلسطيني قاعدين نشوفوا فيه، أنت تو تبصح على ولدك وتدخل دارك وتشوفك الصور هذيك، مهما كنت تكون حجر ثوان، تكون إنسان صلب، تكون مدهر من تحت من الدوح 100 مرة، تدمع العين. نعم. والقلب تحس به محراث وخنجر، يعني بكل صراحة حشتنا بصورة وأنه هذم أطفال فلسطيني يفهموا اللي ثم كما قلت لك المروءة شكل مشكلة بطولة خاصة. نعم. المكتب البلدان وأن التضامن يعني بعيد. نعم. حتى على البيانات ولا لا مثلا التضامن وهو كذلك على أرض الواقع. البارحة السيد وزير التربية قالها راي تعديت مرة الكرام خرجت اليوم في الصباح، وزير التربية قال صندوق النقد الدولي اشترط علينا باش نعملوا مفاوضات كما ينبغي وانه نتبعوا مع اسرائيل، قالها هما قالوا لم نحلها، قالها السيد وهو انسان نعم. مسؤول يعني، وكان قالها لو مش هكاك على الهواء، قالها البارح في مجلس نواب الشعب، واليوم بعثوني يا جماعه صندوق النقد الدولي قالوا لي تونس رفضت البعثه بتاع صندوق النقد الدولي واحنا مستعدين باش نخدموا على الفصل الرابع وحاجه كيما هكا، بعثوني قبل ما نجي هنا في اطار يعني عندي اتصالات بالمسؤولين العالميين نتاعهم. نعم. ويعني مخ نتاع يعني وصلنا المساومة تاخذ موقف وطني نجيف. يا سيدي هنا احنا عملنا اليوم ميزانية بدون لجوء صندوق النقد الدولي وبدون لجوء حتى الاتحاد الاوروبي، وهنا نربط بالخبر الثاني الحق عجبني بكل صراحة، خاطر لما مسؤول يغلط ننقدوه، ولما مسؤول يعمل حاجة باهية كنا ننتظر في إعادة ومراجعة اتفاق التبادل الحر بين بلادنا وتركيا. هذا اتفاق التبادل الحر تعمل وقت بن علي، لكن كي تشوف الارقام حتى العام 2010 كان متزن بيننا وبينهم، جات حكومه الترويكا يحبوا يدخلونا حتى تركيا، اختلال واضح تولي صالح اختلال رهيب. احنا مع اوروبا ربحين الا مع بلد ولا زوز. ايه. ايطاليا مع اوروبا اغلبها المانيا فرنسا وغيره ربحين، من جهه الجزائر تاعنا خاسرين مع تكون مع الاتراك ومع كذلك الصينيين، حكومه الترويكا حبوا يدخلونا حتى اللغه التركيه. هم حتى السلاطين العثمانيين وها فاطمه تركي كانوا يتكلموا بالعربيه، وبس كمان التترك لو عملها اللغة التركية هذه موجودة عندهم قجمي يتكلموا فيه، أما في تونس حبوا تصور نتخليوا على اللغة العربية وما ذلك من أعرق وأجمل لغات العالم، لغة العلوم ولغة الطب ولغة الاكتشافات ولغة غيره، خمشوا اللغة التركية، عملوا اتفاق ولينا خاسرين معهم بشكل رهيب، ولينا نستوردوا في حاجات أصلا موجودة تنتجها موجودة تونس. هي هذيك الإشكالية ثم رجال أعمال متواطئين، وأنا نحب نقولها مرة أخرى الشركات أفلست في أنا بالنسبة لي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية نحيوا للصناعة ونسميه للتجارة والصناعة التقليدية، ثم صناعيين تونس
ويجيبوا في الموجة التوجات التركية اللي يزاحم صناعتهم هو بنفسهم من صناعة واحد آخر يتنافس معاه، وهو يحط فلوسه في البنكة وحط فلوس بالكونت بلوكي يعمل تيزوريزاسيون يسميها. وبالتالي وصلنا المغرب بدأت بها لأنه اتفاقية نتاع المنظمة العالمية للتجارة المملكة المغربية تو عندها 4 أو 5 سنين عيطوا لهم قالوا يا جماعة راهو باش نراجعوا الاتفاقية ما تساعدناش وعندك دي كلوز تنجم تصير. هو رجعها الرئيس الأمريكي بيه هكا ولا هو نفسه رجعها ورجع معناها الإغلاءات الحمائية. يعني هذا وقت وزيرة التجارة وقالت معهم وتشاهمت معهم من 0% إلى 37% إجراءات ديوانية حول بعض المنتوجات نتاعهم، وفرضت عليهم كذلك وأنه السلع التونسية تقبل بسلع تفضلية، ثاني إذا كان عندهم برامج استثمارات تكون على أساس سندية. هذا مهم جدا. والطرف التركي خضع لهذا. تركيا لو تتذكر لو كانوا باش يحيوا النحلي باش يحيوا البلفيدير ويعطيهم منطقة صناعية وقت الترويكا، يعني وقت العشرية هذه نتاع الخراب اللي تعدات. دونك الآن على هذا المستوى أنا نحب نشكر وزير التجارة وأن اتخذت هذا الإجراء وهو كان منتظرا جدا، وماذا بينا نعملوا نفس الشيء مع الصين. الصين اللي معناش معاهم اتفاقية وخاصة اللي معاهم احنا كان نقصوا بلكا بشتر الصين وتركيا يولي ميزان التجاري دائما رابح، هو الغذائي دائما رابح، ومع بلدان أوروبية ألمانيا بريطانيا فرنسا رابحين وخاصين مع الترك والشنوا ونجيبوا قالك ارتيكل دو باري هاو جابوا كالسيتا هاو جابوا سيغتات هاو من الصين يجيبوا في نامبورت كوا ناس ولاو يصنعوا في منتوجات غادي طالب الصناعيين التوانسه باش يحميوا الصناعه التونسيه لانه الاجراءات الحمائيه هي القدره التنافسيه بتاع المنتوج بتاعك. ولينا نجيبوا انا بعمل بريك في الساحل وغيره بتاع شباب وبتاع معناها مواد بناء وانت تمشي تجيب السلعه التركيه المزرحه وبعد تبيعها ما تلقاش حتى قطاع الغيار بعد. دونك على هذا المستوى حبيت نحيي ثم مواضيع اخرى تو ندعو لها بعد، اما اكتفي بهذا ونقول يجب ان ننسج على هذا المنوال ودو اجراءات الحمائيه بتقويه الصناعه الوطنيه وقدره التنافسيه وبجوده المنتوج التونسي قبل كي تلقى ميد ان تونيزيا في الجين ولا في التكسيل توا لو صناعات المعماريه التونسيه هايله، اما بالتعامل مع الاتراك القيل الوحنا التالي وليس القدام وكذلك مع الصينيين. نعم والمراجعة أكيدة وضرورية. أستاذة فاطمة برشا عناوين الحقيقة أي برشا عناوين فما برشا مربوطين ببعضهم الحقيقة. نعم. حتى كيف نتكلموا على اتفاقية التبادل الحر اللي قعدت على قلبنا نحن التوانسة معناتها ونتذكروا أنه في نهار من نهارات في مجلس النواب الشعب فريق كامل ولا كتلة كاملة تغادر لأنه طلب والأغلبية اللي جالسين في الجلسة العامة حبوا يغيروا من التبادل الحر بين تركيا وتونس لأن الميزان التجاري لصالح تركيا وتعطى لهم معناها في ظرف وجيز. نعم. جدا معناها حاجة كأن هي اللي رابحة من الثورة مش التوانسة يزوم يربحوا. حبيت أنا فقط بالنسبة كما قالك سفيان أنا معناتها نتحرج أني نتكلم على استقبال الجرحى ولكن عندي معلومة معناها جزئية مش من تونس خذيتها معناها أنا من أصدقائي في فلسطين والكل العملية اللي صارت متاع إجلاء الجرحى والاتيان بهم معناها شوية تونس شوية على فكرة تركيا ما مكنوها كان من 5 فقط تونس مكنوها من تقريبا 50 المرة الأولى ولكن الأوراق مش حاضرين وفما أكثر من 100 من بعد فما جزئية مهمة جدا الفلسطينيين اللي خارجين بأولادهم ولا هما خارجين ولا غيره واحد برك يخرج جريح على العائلة ليش؟ هو قرار من الهلال الأحمر الفلسطيني ولكن من القيادة الفلسطينية الميدانية أنه لو كان عائلة كاملة تزم مثلا صغير وصلنا احنا لتونس معناها جريح وبش يداوى ولكن خوه ولا أخته موجودين غادي قد يكونوا موجودين غادي مع جزء من العائلة عادة الأم هي اللي تقعد والبوه هو اللي خرج وهذا زي ما يعطي حتى فرصة إلى لأنه بشي شو جرحة من عائلات أخرى حبيت أنا نأكد المعلومة هذه باش نقول لكم اللي رئيس الجمهورية مش من فراغ وقت اللي شفناه يتكلم ويقول راكم باش ترجعوا لبلادكم راكم باش ترجعوا لبلاد أنا نحمي شوك معناها عنده هو المعلومة أنه فما تردد لماذا نذهب إلى تونس؟ قد يكون هذا عملية تهجير احنا باش نرجعوا ولا مش باش نرجعوا هذه التساؤلات موجودة ووجدت قبل حتى أنهم يمشيوا للعريش هذه معلومة حبيت نقولها باش نربطها بشنو؟ نربطها بلوفيجارو اللي كتبت عن تداعيات هذه الحرب على اقتصاديات بلدان الجوار مش صحيح
ما هوش بلدان الجوار نتاع فلسطين هو اللي التداعيات على اقتصادياتها، وهي هنا كاين يتغازل في مصر اني مثقله بالاقتصاديا وغيره. لا، اللي ما قالتوش لو فيغارو تخاف منه الصحافه الغربيه خاصه واولي القرار، معناها الماسكين بقرار سياسي في العالم الغربي، هو انه تمدد المقاومه وغلق باب المندب كيف ما قالوا لهم الاخوه والاشقاء اليمنيين اللي ديما نعرفوهم في الاوقات المفصليه جنوب اليمن اللي هو يسيطر على باب المندب، هو اللي خلى اقتصاديات العالم ترعش الان. تخيلوا انتم لو كان الموقف اليمني هذا يكون مسند عربيا، تخيلوا سيدي ما تقطعش البترول، اما انت لما تقول على باب المندب عندك حاجتين امريكان معناها والفرنسيس والغرب والكل، يا اما تقيم الحرب في باب المندب، وبالتالي انت تعرف ان الاتحاد السوفيتي عنده قدم قديمه جدا موجوده غادي واللي هي ما زالت الى الان، والا وبالتالي تتحمل تبعات حرب كونيه معناها، والا انت ما تبداش تلوح بالطريقه هذه باش يقولوا لمصر راك انت والله باش مضامه وباش تتكلم مصر وغيره وغيره. لا، لو فيغارو قاعده ترفع في معناها سينيال دالارم على الاقتصاديات الغربيه. نجي نربط مباشره مع اللي وقع في الكوب 28. احنا نشوفوا تونس اللي هي مشات قالت انا زيادة مصادر الطاقة المتجددة، هذا يشتغل عليه العقل الخلاق التونسي مع النظام هذا ولا مع قبله، كان مسيطر عليه طبعا، كان معطل، ولكن الآن مع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا، أنا باعتقادي أن تونس تنجم تنفذ بنفسها من أجل هذا الاقتصاد الأخضر والمتجدد إلى آخره. لابريس نختم بها كيف تقول أنه معناها قبر حل الدولتين، هذه فكرة نزار قاعدين يتحدثوا فيها عالم كامل الآن، معناها الملاحظين الغربيين خاصة السياسيين الغربيين اللي هما ما يعانيوش من عمل ألوان وعمل السياسة الدولية قاعدين يقولوا راهو اللي هل الحرب هذه أو العدوان هذا قد ما يتواصل على مستوى غزة، والقتل هذا اللي قاعدين نشوف فيه قد ما يقبر الكيان الصهيوني نفسه وحل الدولتين، بالتالي الحديث لا. اليوم عن حل واحد. انت وليد تسمع في الغرب القدس، ما عادش تسمع جيروزاليم، ردوا بالكم الان وليد تسمع ما عادش تحكي على حائط المبكى وكالبراق وغيره متاعهم، معناتها تحكي علينا احنا، على الحضارة متاعنا، على التسميات متاعنا. فالناس بدأت تعمل بحوث، شنية غزة هذه اللي فيها زوزملين ومتر مربع معناته تعمل هذا الكل؟ رجعوا للتاريخ، تاريخ كانت مقبرة غزة لكل الغزاة لمنطقة المشرق ومنطقة واستنطقوا القرون الماضية. أنا باعتقادي أيضا أنه حل الدولتين قبرة ولكن ليس إنشاء هذا. القدس العربي تحدث على الأمم المتحدة اللي تحذر من سيناريو أكثر رعبا في غزة، ولكن باعتقادي أن هي تتحدث على إغراق أنفاق غزة، فما مشروع لإغراق أنفاق غزة بماء البحر. وهذا تحدث على موقع الجزيرة، وهذا قالوه الصهاينة، ولكن هذو ما يفرهدوا على قلوبهم، هذه شطحات الديك المذبوح اللي ما عاد عنده ما يقدم. كيفاش باش تجيبوا من البحر وكيفاش باش تدخلوا للأنفاق والأنفاق باش تقعد تستنى فيك؟ هي الأنفاق ستكون هو الحديث في الإطار هذا عن قنبلة تسمى القنبلة الإسفنجية اللي حبوا يستعملوها ويطوروا فيها لسنوات. ما ينجموش على خاطر هذم حاولوا، نحب نعطيكم معلومة وأختم، هذه حاولت باش تجيب بها بتواطؤ مع تركيا وقت اللي حاصروا العراق وسوريا في الألفينات، في الألفينات يحبوا، وآخر التسعينات لما انهار الاتحاد السوفيتي حبوا يجيبوا البالونات الكبيرة هذيك نتاع الماء إلى الكيان الصهيوني، ولكنهم ما نجموش باستعمال هذه ما يسمى القنبلة هذه، ما نجموش يعملوا حتى حتى اللي يعثروا على الأنفاق في نفس الإطار. سي سفيان، فما عنوان استرعى انتباهي الحقيقة، هو في مصر اليوم الحكومة الإسرائيلية تكشف عن شرطين لإنهاء
الحرب. أنا نتسأل عن معنى هذا. الشرط الأول هو إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس دون أي استثناء، والشرط الثاني استسلام قادة حماس وتفكيك الحركة. وينجم يعملوه في فيلم هذا؟ ما معنى هذا؟ والله يظهر لي نتنياهو وجماعة نتاعه هما تو داخلين بعضهم، هو ورئيس المخابرات ووزير الدفاع. التخبط واضح. هما كما قالت فاطمة، هي رقصة الديك المذبوح، ما لقاوش حتى حل. يعني أنت جيت قلت باش تعمل حرب، وعندي ثلاثة شروط. اولا باش نشد انفاق، ثانيا نلتق صلاح كل الهيئات، ثالثا نقضي على المقاومه كلها ونرحل الغزاويين. كي حلت وليت تقول له بعطيهم لي وتوا نوقف الحرب. يعني انت ما خذيتهاش بعد الاف والابطان. امريكا برك عطات 15,000 طرناطه من خارج الدائره اليوم في الجرايد وفي وكالات الانباء، معناها جديده، دفعه جديده نتاع اسلحه. معناها شرط حكايه فرق. هما توا الان يتخبطون، الأزمة عندهم هما، رغم اللي لا يمكن أن نصمت عن حجم الدمار الذي يطال الشعب الفلسطيني. شوف الجامعة بتاعهم كيفاش ولات، شوف غزة معناها على الشاطئ كيفاش ولات، لكن لحد الآن يتكبدون خسائر وين؟ في بلاطة وفي بيت حانون، اللي قالوا سيطر عليهم باش يمشيوا الجنوب، في خايلوس قاعدين ياكلوا على روسهم. المسألة هذوما يحبوا يشدوا القصر بيد القطوس، ما نجموش بالطرق النازية والفاشية والحروب الشاملة، يحبوا المقاومة تو تعطيهم، معناها باش يجيوهم هما. توا حتى في بيروت خرجت المقابر فترة ما باتفاق مع فيليب حبيب أنا ذاك عام 82، ذاك الفلسطينيين ما كانوش في بلادهم، خرجوا بعد بطولة قدام 89 يوم، وإسرائيل حاصرت بيروت على 4 أيام ما نجمت تعمل حتى شيء. من بعد هما خرجوا، وهما مش عملوا مذابح صبرة وشتيلة، ماتوا فيها 3,000 إلى 4,000 فلسطيني، قتلهم إلي حبيقة وجيش لبنان الجنوبي نتاع سعد حداد هذاك الشيء، وكذلك سمير جعجع وجماعة هذوك العصابات اللي كانت موجودة هناك، وكتيبة النمور وداني شمعون وبشير جميل مقتول، بشير جميل قبل بيامات قتلوه، فجروه في بيت الكتائب في الأشرفية في ساحة ساسين. لكن الآن العدو الصهيوني مش لاقي حل. الأمريكان بداوا يفهموا، بداوا يحبوا كما قالت لك فاطمة، هما توا يحاولوا حتى الإعلام الغربي يفاقوا باللي زلتوا ياسر اللي مفهوم الحرية الغربية وحرية الإعلام حكاية فارغة. وتذكرت الناس العراق، وتذكرت العراق اللي قتلوا منهم 1,000,000 في سنة واحدة، ولو تأملوا عليهم العالم أجمع ما فيهم الأمريكان وإيران وإسرائيل والناس كل اللي صار في العراق لا يغتفر. يحبوا في نفس الشيء يعملوا في فلسطين، لكن ما لقاوش الخيانات الداخلية في الشعب الفلسطيني. وما تنساش اللي قائد هذه الحرب هو يحيى السنوار، هو في تكوينه لما كان شباب تكون مع الشيخ ياسين الله يرحمه قائد اللي أسس حماس وعمل كتيبة المجد، واللي هي كانت مهمتها تصفية الخونة والأعداء والقوى القوامة نتاعهم. حتى كي دخلوا لمركز بتاع قيادة الجيش الصهيوني لقوا المخططات على مصر، على البحر الأحمر، على غيره، وعلى النووي الإيراني، وسلموهم كذلك حتى حزب الله وغيره. وبالتالي الآن قاعدين هما نتنياهو يربح في الوقت. أنا نقول لك، أنا يظهر لي نتنياهو سينتحر في داخل المطاف، يمكن سينتحر، مش ينتهي بنهاية هتلر. يعني لأنه يعمل في نفس العملية مش ينتهي نهايته هو، لأنه يعرف من بعد هذاك مش يمشي للسجن مش يتحسن. نعم، يعطيكم الصحة على هذه التحليل التوقيت. فما حاجة حبيت نقولها بربي دقيقة بركة على اليوم الذكرى 71 لاغتيال الشهيد حشاد. نعم، أنا نحب ناخذه من منظار واحد، وكل عام أنا نقول في الكلام هذا، هو أننا عندما لم نحاسب الجريمة الاستعمارية خرجنا الاستعمار في بالنا من الباب، رجعنا من الشباك، والجريمة الاستعمارية تتماهى مع بعضها البعض كما عملوا مع حشاد اليوم يحبوا يعملوا مع السنوار، وعملوها قبل مع صدام حسين وغيره. فبالتالي نحن الآن مقبلون على 10 ديسمبر، إياكم العرب اليوم ولا العالم أنكم تحتفلوا بما يسمى حقوق الإنسان، لأن الجميع داسها في فلسطين في غزة. نعم، واضح أستاذة فاطمة. فيما تبقى من هذه الحصة أكيد بشخصه لفقرات تتعلق بانتخابات المجالس المحلية. إذن انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023 أول انتخابات محلية في تاريخ تونس، خطوة نحو تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم واستكمال الوظيفة
التشريعية. فكرة أولية عن الأقاليم وتذكير بالتقسيم الجديد ودور مجلس الإقليم في هذه الومضة اللي باش تكون قارة تيلة الحصص اللي باش نتناولوا فيها كل ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية. نشاهد. بمقتضى الأمر عدد 589 لسنة 2023 تم إحداث 5 أقاليم بتراب البلاد التونسية كالآتي: الإقليم الأول ويتكون من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، الإقليم الثاني ويتكون من ولايات تونس وأريانا وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، الإقليم الثالث ويتكون من ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، الإقليم الرابع ويتكون من ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، الإقليم الخامس ويتكون من ولايات تطاوين وجابس وقبلي ومدنين. مجلس الإقليم يتكون من نائب منتخب على كل مجلس جهوي بالولايات التابعة لذلك الإقليم لمدة 5 سنوات. ودور مجلس الإقليم حسب مجلة الجماعات المحلية هو النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع التكامل بين الجهات المكونة للإقليم والاندماج التنموي والتضامن بينها، اقتراح المشاريع التنموية ذات البعد الإقليمي وخاصة في ميادين النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير، ووضع السياسات التنموية الإقليمية والمخططات والمشاريع ومتابعة إنجازها وإعداد التصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار، متابعة الوضع البيئي وسير المرافق العمومية ذات البعد الإقليمي، المشاركة مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية، العمل على تحسين مستوى عيش المواطنين والحد من الفوارق الاقتصادية بين الجهات المكونة للإقليم وتعزيز التضامن بينها. ومجلس الإقليم يجتمع في مقرات الولايات التابعة له بالتداول بينها كل 6 أشهر، والولايات المكونة للإقليم مطالبة أنها تضع على ذمة مجلس الإقليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات أعضاء المجالس المحلية، الكلنا مثل تونس. انتخابات المجالس المحلية إذن، وللتذكير والتوضيح احنا في كل حصة باش نتناولوا بالنقاش والتحليل ولايتين، وطبعا إلى حين موعد الانتخابات 24 ديسمبر نكون قد تناولنا وتطرقنا إلى مختلف ولايات الجمهورية دائما في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، وسيكون هذا التناول أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس في مراوحة بين هذا البرنامج، برنامج حدث وتحليل، وبرنامج تونس الاقتصادية اللي قدمه الزميل العزيز شاكر بشيخ. والبداية كانت معاه أمس بولايتي القصرين وتوزر، وإحنا اليوم إن شاء الله باش نتناول ولايتي تونس وزغوان. قبل البداية اللي باش تكون بولاية تونس، نشاهد هذه الفقرة بعنوان رأي المواطن. اسمي حافظ العبيدي، نسكن في العمران الأعلى. أنا مولود في تونس، مولود في تونس، والوالد من الكاف، من السرس تحديدا، أما أنا تولدت في تونس وعشت في تونس وقريت في تونس، قريت في العمران الأعلى. عزيزي، أنا عزيزي كان جزار وبابا جزار، وأنا تعلمت من عندهم. أريانا الحقيقة الحمد لله الدنيا مريقلة الحمد لله، مشاكل بسيطة شوية مش حاجة كبيرة، بتاع شوية كياسات شوية طرقات شوية هكا، معناش مشاكل كبيرة الحقيقة الحمد لله والشكر لله. تونس أحسن حاجة في الدنيا وأحسن بلاد في الدنيا، تونس إن شاء الله تولي أحسن حاجة، أحسن من هكا إن شاء الله بإذن الله، نتمنى نشوفوها حاجة باهية برشا في العالم. توقع حسب ما نشوف، انا خبرتي محدوده شويه في السياسه وفي
النظامات هذه فهمتني ولا الحقيقه نتصور اللي ماشيه في طريق باهي ان شاء الله باذن الله حسب ما نشوفه من بعيد نحن كمواطنين. كوزين انترن الحقيقه ما نعرفش عليها كيفاش، اما ان شاء الله لاباس، ان شاء الله غدوه خير، وان شاء الله تونس ديما تقعد لاباس، ان شاء الله مستقبلها باهي باذن الله بطبيعه الحال. ماذا بينا بالعكس نحن كمواطنين انها الدنيا كل تتريق الحقيقه في تونس تولي مريق، فقط شويه نظافه شويه نظام شويه الكراه بتقف وين يجي فهمتني ولا لا، والانتصاب الفوضى وينقص شويه في المارشيات وفي الكذا. الحقيقه نحن في المنزه ما عناش شويه، ما عناش المشاكل هذه تاع الانتصاب الفوضوي، لكن عندنا مشكله في الاستاسيونمون، يعني الكراه بتقف وين يجي كيف ما يجي، ما فماش نظام في الحكايه هذه، فقط ما حاجات هذا. ماذا بينا نحن كي تنظموا الحكايه هذه كل الحقيقه. رايي الشخصي انه اي حاجه تعاون في النظام ماذا بينا نزيدوها ونعملوها للبلاد، نظموا البلاد وننظفوا البلاد ونوقظوا البلاد من مأزق صغير خلينا نقولوا ما كبروش ونحن اللي هي فيه توا وكاو فقط. فقرة رأي المواطن كما شاهدت أكيد باش تشوفوها في الحلقات القادمة في علاقة بالانتخابات، شفنا التفاؤل انتظارات كبيرة من المجالس المحلية، قلنا وأنه سنتحدث عن ولاية تونس في هذا الجزء الأول من هذه الفقرة، طبعا نعطي شوية معطيات، هي ولاية تونس اللي فيها 21 معتمدية وبالتالي باش يكون فيها 21 مجلس محلي، وهي في الإقليم الثاني اللي ضم إلى جانب هذه الولاية ولاية تونس ولايات إريانا وبن عروس زغوان ومنوبة ونابل، وطبعا كما هو معلوم فأن ولاية تونس هي محور ولايات تونس الكبرى، مساحتها 2% من المساحة الجملية للبلاد، ومن أهم تعتبر من أهم مركز سكاني وعمراني بصفتها عاصمة البلاد، يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة بكثافة فوق 2820 ساكن على الكيلومتر المربع، وهي أعلى نسبة كثافة سكانية على المستوى الوطني، تحتوي على مراكز السيادة واضتلاحها بالوظائف القيادية المميزة لكل عاصمة، طبعا بنية أساسية عصرية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل والتنقل برا وبحرا وجوا، وفي الحقيقة عديد المميزات. سي سفيان أبدأ معك، ماذا يمكن أن تضيف أو تغير هذه المجالس المحلية بالنسبة إلى ولاية تونس؟ والله تظلمني شوي في حكايه تونس، انا بلادي ماني، انا تولدت حتفاويا وتربيت في الاحياء في المدينه العتيقه وبدون اي واحد، انا تونس اعتبرها من اجمل مدن العالم، تونس 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 تاريخ عريق وكبير اكيد، قديمه مدينه كانت في فتره ما حتى يعني كما كل مدينه دوله في فتره ما، في فتره بني خراسان مثال بعد الفتح الاسلامي، يعني كما كل المدن الدوله في ايطاليا انشئتها، تونس عندها نزعة استقلالية كذلك رهيبة كبيرة كما قفصة مثل ثم زوج مدن عندهم هكا وسوسة عندهم نزعة استقلالية كبيرة وما يقبلوش الظلم والظيم، أما تونس عندها حاجة لأن من قبل قرطاج يأتي ناس أو تونس أو تلشيش موجودة من قبل حتى سيس قرطاج 814 قبل الميلاد موجودة تونس، وين احنا موجودين هنا؟ تونس عندها حاجة كما بغداد ولا كما دمشق ولا كما القاهرة ولا كما اسكندرية ولا كما مراكش ولا كما تلمسان ولا قسنطينة قيروان قابس، ثم مدن عندها قدرة كبيرة على إعادة إنتاج نفسها، لأن هذه البلدان عاشت حضارات كبرى وتحطبت ودمرت وجاءت تونس استعملوها 14 مرة، ودائما تونس خرجت قوية. الآن الأمل وأن تونس ترجع كما قبل. كي تحكي على تونس، تونس معناها تحكي عليهم أنت 21 معتمدية اللي فيهم 163 عمادة. نعم. تونس الحق الآن ما عادش يطيب فيها العيش كما قبل. الحاجة الوحيدة اللي قاعدة تطول في تونس هي مدينة تخيلها بورقيبة في السبعينات، هي البحيرة. يعني شوف الاستشراف. في السبعينات احنا كنا صغار كسموها جنبتها، كانوا يحطوا فيها من وقت الحفصي كانوا المياه المستعملة ومياه الواحد تحط غادي. بورقيبة فكر قال نعملوا مدينة، التو قاعد يبنوا فيها، عملوا ان ودو تروا وتوا ثم درك لاك اللي يسميها تونس لاك زيرو. لحد الآن باش تعمل مدينة جديدة. ومازال اللاكشور يعني تونس وحدها حول البحيره تجب تهز 800 الف سكن، شيء رهيب. شوف قوه الاستشراف بتاع الناس يكون عندهم رؤيه كبيره. الحق الان تونس تعاني من مشاكل كبرى، اولا
كان تاخذ مثال المنفى ولا كان تاخذ النصر ولا كان تاخذ سيدي بوسعيد باغ اكزومبل ولا غيره تلقى مستوى. اما كان تاخذ الورديه ولا كان تاخذ الكباريه ولا كان تاخذ سيدي حسين ولا كان تاخذ تونس المدينه معناها المدينه العربي تلقاها حتى في سلم التفاضلي بتاع ترتيب المعتمديات تلقاها واحده في الاولى والاخرى تلقاها في الثالثه وفي الرابعه يعني عندنا اربعه درجات. شو هذيك اللي تونس فيها لا توازن كبير. مثال تمشي انت للنصر تلقى حي ولا غادي تلقى حي تضم اللي هو يختلف اطلاقا في البنيه السكنيه في البنيه حتى الفكريه نتاع العباد تتبدل لانه الانسان هو نتاج ظروف كما يقول ابن خلدون. انا اللي لاحظته في التقديم خاطر وقع جدل هل الناس يعرفوا علاش باش ينتخبوا هو مجالس الجهويه عطات مسائل اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه كذلك. نعم. وبالتالي المجلس المحلي يبسو فاكتوب باش يختم على هذا طبعت نتابع حتى في الناس كل تحكي عن المسائل الاقتصاديه والاجتماعيه. تونس مدينه تدير ظهر البحر اصبحت مدينه حلزونيه اصبحت مدينه كانها صحراويه. كي تمشي للجزائر ولا تمشي لطنجه ولا تمشي للرملس معناها في برشلونه ولا تمشي لليونان ولا تمشي لمرسيليا تشوف البحر وتحس بالبحر. احنا عندنا مشكله كبيره على هذا المستوى اولا. ثانيا مشاكل اللا توازن الجهوي داخل المحلي يعني اللا توازن المحلي داخل الجهه نفسها. تلقى منطقه فيها قسم 38 تلميذ. اي واليوم المجال متاح من انه نجموا نجددوا او نجازوا هذه الاخلاقات من خلال الانتخابات المحليه اللي هي اول شوف مرة. هو توا الانتخابات هذه المحليه باش تعطي مجالس محليه من بعد باش يقع معناها انتخابات اخرى وغيره باش تجيب مجالس جهويه والمجالس الجهويه باش تنظر نفسها تربط تونس مع زغوان. طب بعد نحكي على زغوان. نعم. يعني يلزم اليوم نشوفوا المدينه والاقليم اللي عام 2100 مش نخطوا ل 2030 2100 كيفاش يعيشوا فيه ابنائك انت مثال ربي يطول في عمرهم اولادك كيفاش يعيشوا في عام 2100 حل عين غمض عين. هذا مهم استراتيجيات على المدى البعيد اليوم الحق ثم فشل كبير على مستوى البناء التحتيه اللي لاحظته واللي يجبدوا عليه الناس الكل واللي يحكيوا عليه حتى مركز الدراسات مركز تونس الدراسات التنافسيه باغ اكزومبل و دراسات عملوها تلقى تونس مثال تو بدك على الطرقات يا اخي معقول بلاد كما تونس اللي هي فيها تقريبا 3 ملايين ساكن كلها يعني تونس كبر وفي النهار يوليو 4 ملايين يجيو من الاعراض من جابس يجيو من الكاف يجيو عندها 3 مداخل و3 مداخل كلها ديما فيها امبوتاج ثم مشاكل. معقول تعمل مدن كامله وما تعملش باغ اكزومبل دي باركينغ. اليوم كذلك الفقر يعيش داخل مدينه تونس خاصه في المدينه العتيقه وخاصه في الاحياء اللي يسميها هذا الحزام الاحمر كان يقول سي محمد مزال يعرف من حب تولي حزام وردي. يعني اليوم يجب ان ندخل في حلقه جديده باش تجيب التنميه وخلق هذه الثروات. اليوم المجالس هذه كذلك لحد الان ما نعرفوش شو هو الستاتيو نتاعو. تو مثال في فرنسا عنده ستاتيو المينيستر وثم في فتره ما رئيس الاقليم يحضر حتى لمجلس الوزراء تكون عنده صلاحيات وشنو الميزانيه اللي باش يخدم بها. نعملوش كيما البلديات كانوا عندنا 264 عملنا 350 بلديه ونعطيناهم تراكتوبيل نعطيناهم دي تكنيسيان نعطيناهم حتى شيء قالوا بلديات يعوموا في الناس ما عندهم شيء. يلزم الادوات تتعطى للمجالس الجهويه باش تكون فعلا على مستوى الجهه وخاصه وان الجهات كيف في التقسيم اللي حكوا عليه بكري ما نحكيو تو على منطقه تونس. نعم. يعني خذا مناطق ساحليه وفيها بولت وفيها بحر وفيها جامعات وغيره وخذا مناطق كذلك من الدواخل ويعملوا كما معناها التفريخ في تربيه الناحيه اللي سيماش يعني يتطوروا لسنين يزوا بعضهم. اليوم بكل صراحه مشكله التنميه في تونس مطروحه ومشكله الفقر في تونس مطروحه ومشكله كذلك التهميش لا للمناطق الداخليه فحسب 14 ولايه داخليه. نعم. بل داخل نفس مدينه تونس. نعم. تلقى مناطق محظوظه وتلقى مناطق ما عندهاش خدمات وما عندهاش مستقبل. نعم. وفيها كذلك شوف حتى الحراقه كذلك ينطلقوا من تونس ومن احياء شعبيه علاش على خاطر يأسوا وفقدوا الامل في المستقبل وبالتالي باش يطيشوا. نعم وباش نتناولوا اكيد كل الولايات تباعا كما قلت من هنا الى يعني حتى يحين موعد الاقتراع او قبل يوم الصوت الانتخابي. استاذ فاطمه سفيان نتحدث في العموم وتحدث على المجالس المحليه واهميتها. انا نحكي على الخصائص اللي ذكرتها وتونس كما قلت هي في الاقليم الثاني من التقسيم الجديد الى جانب ولايات اريانا وبنعروس وزغوان ومنوبه ونابل. من خلال هذه الخصائص يعني أهمية تونس لهذا الإقليم وأهمية الإقليم بالنسبة لولاية تونس. أنا باش ناخذ المسألة من منظار عقلاني مانيش باش نسيب الحلم والإنشاء
والانبهار والانشاء وغيره. به تونس شنو اللي بها تونس العاصمة اللي هي مركز سكاني كثيف جدا، لكن هي مركز الحكم بكل أنواعه، هي مركز التشريع أيضا. احنا اليوم ما يزمناش نأملوا برشا ونولي ونحاسبوا وكأنهم اللي باش ينتخبوهم الآن في المجالس المحلية هذية راهم هما باش يجيبوا، معناتها باش يجيبوا كيفاش نقولوا احنا، وكأنه باش يجيبوا حاجة معناها استثنائية. لا، أنا نحط سقي على القاعة وأسأل. قادرين أنهم يفكروا على مستوى المعتمديات وعلى مستوى العمادات، لأنه تنطلق من الخط الأول. هي خمس سنوات سنخصصها، ويلزمنا نكون واقعيين، سنخصصها للتكوين، تكوين الناس اللي باش ينتخبوهم هذوما، ولكن أيضا للتفكير. أنا نجيب لكم معناها حاجة اللي في فرنسا اللي عندها بلاد المؤسسات وغيره وغيره من الثورة الفرنسية والدولة الفرنسية مبنية، عملوها مؤخرا هذه مجالس الإقليمية. ولكن أنا نتمنى أن نشوف في الأقاليم هذه المركز المداولات أو البرلمان الصغير هذاك بتجهيزاته بوجوده بقراراته، شنو ينجم يقرر. خوفونا في المرة الفارطة على أساس أنه هذا تفكيك الدولة، تفكيك يا أخي فكوها من حيث أحن لا ندري. لا، هو المجالس المحلية هي إشراك المواطن في التفكير. أنا أقول لك اليوم تونس العاصمة، ولاية تونس هي الرأس الكبير المتضخم، ما فتئ يتضخم ويكبر الرأس على حساب البدن، والرأس هذاك ما يوصلوش الدم، ما يوصلوش السيركوي متاع الدم اللي هو التنمية بيان إيفيدامو. لأنه احنا اعتمدنا في تهيئة المدن، تونس مدينة، نصوم دي سيتادان، احنا معناها ما هي شريف تونس، الولاية تونس من أصل الدنيا، القصبة هذيك اللي تشوفوا فيها راهو بنوها الحفصيين ومش الأتراك. نعم. اللي نحب نقوله أنا أنه على مستوى النقل، النقل وكذلك البناءات، تونس مشيت في منوال خاطئ للبناءات وتكوين المدن، المنوال اللي يمشي في الأرض يتمدد أفقيا، بينما احنا كنا النجم نقنع الناس والشعب والسكان أنه يكون أفقيا عموديا، ولكن عندك المنطقة الخضراء وعندك الربط الكهربائي والماء. احنا في تونس الولاية اليوم فما ما عندهمش ماء، والربط الكهربائي والماء والتصريف الصحي. نعم. وقتها نكونوا احنا عملنا مدينة. علاش قلت لك للتفكير؟ يجب أن نقنع هؤلاء وهم يقنعون السكان أننا ننتقل إلى مرحلة أخرى. أحفادي وأولادك وغيره لن يقبلوا بهذه البناءات، معناها الفيلات. نعم. وغيره وترشموا، وإحنا ما عندناش حتى منين نتنفسوا، وما نجموش، ما عندناش حتى كيفاش. نعم. نجموا نعملوا تنمية وصناعات وغيره وغيره. إذا نبدأوا بالعاصمة مركز السلطة راهو نجموا نوصلوا. نعم. للبقية. هذا بالنسبة إلى ولاية تونس. عند ولاية أيضا باش نتحدث عليها هي ولاية زغوان. البداية مع فقرة دائما بإمضاء رأي المواطن. سيدة من ولاية زغوان تحديدا معتمدية الفحص تنشط في المجال الفلاحي، نستمع لهذا الرأي. سامية زوينخ، رئيس مجمع فلاحي وفلاحة. نحن من سكان البلاد من أول الدنيا، نسكنوا لهنا، مولودين لهنا وعايشين لهنا، منطقة العمايم، من العمايم معتمدية الفحص. جهتي هي أنا للأرض هذه نحبها برشا، جهتي هي الدنيا كلها، معناتها ما نجموش نخرجوا منها. حب الأرض وحب الحياة لهنا والبسطة الحياة في الدنيا هذه بسيطة برشا، ما نحبش الضوضاء متاع معناتها البلاد ولا معناتها تونس ولا ايه، نحب ماذا بيا نعيش لهنا. تونس الحب، تونس الحياة، تونس العشرة، تونس الأم الحنينة، تونس الزهرة جميلة، تونس كل الدنيا، تونس من أنا ما نتصورش روحي في يوم ما باش نغادرها تونس.
ان شاء الله اللي جاي خير. عندنا جيل واعد ان شاء الله، وان شاء الله كفاءات فيها كفاءات كبيره، وان شاء الله توصل بخير ان شاء الله قدره الله اللي جاي خير لتونس. المجلس المحلي والله هو حاجة تويكة، نحن الناس الكل راه نتفائلوا خير، لكني تم حاجات غامضة مش فاهمينها تويكة. شنو هو المجلس المحلي ساعيك؟ هو ما فسرولناش شنو هو المجلس المحلي باش يكون المواطن البسيط يعرف شنو هو المجلس المحلي. تو كي تسأل أي إنسان يقول لك ما نعرفش، انتخابات وذاك هو انتخابات بلدية ماشي في بالهم، انتخابات بلدية فقط، ما يعرفوش اللي تم انتخابات مجالس محلية معناتها. نتفائلوا خير ان شاء الله، نتفائلوا خير معناتها. هو اللي فاتنا كان تعب شويه، تعبنا شويه، مي المستقبل ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله. ان شاء الله نستنى منه الشفافيه، الاكثريه تكون الشفافيه في الخدمه وتكون المصداقيه في الخدمه اخير من اللي مشى. ان شاء الله اللي جاي قدام ان شاء الله نتفائلوا به خير. أكيد تفاءل وسط عديد التساؤلات من أجل التغيير طبعا نحو الأفضل. الحديث عن ولاية زغوان، نعطي بعض المعطيات عن هذه الولاية. هي واحدة من ولايات الإقليم الثاني اللي كنا نحكيه عليه، اللي ضم أيضا تونس وولاية أريانا بن عروس منوبة ونابل. في زغوان 6 معتمديات، معناها باش يكون عندنا 6 مجالس محلية مساحتها تقريبا تعادل 1.8 من جملة المساحات أو المساحة الجملية للبلاد. سكان 177 ألف ساكن، لكن هناك نسبة أمية في حدود 26%، المعدل الوطني 18.8%، البطالة 16.9%، المعدل الوطني 15.8%. اقتصاد الجهة يرتكز على الفلاحة اللي تستقطب حوالي 32% من السكان النشيطين المشتغلين، وتساهم ب 2.6% من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني. الأنشطة الصناعية أيضا في ولاية زغوان تشهد تطور هام، هذا التطور أصبحت تمثل 27.5% من مواتن الشغل البحث في الولاية، حوالي 285 مؤسسة مرتكزة في هذه الجهة. وجهة زغوان في الحقيقة هي من أهم المناطق إنتاج مواد البناء، تحتوي على مواد إنشائية مقاطع حجرية ومصنع للأسمنت، وهي أيضا منطقة سياحية بامتياز، والموقع الاستراتيجي اللي تتميز به يعني قريبة من أهم الأقطاب الاقتصادية والتنموية والسياحية في البلاد. 54 كيلومتر على تونس الكبرى، 48 كيلومتر على الوطن القبلي، و90 كيلومتر تقريبا على ولاية سوسة. أستاذة فاطمة، وقت نعدد هذه الخصائص والمميزات الإيجابية اللي في الحقيقة ما تنجم تعطي كان التنمية على المستوى المنشود أو المطلوب، يعني في هذا الإطار، في هذا الإطار نعم، يعني شنو كيفاش نجم ونستغلوا هذا باش تكون عندنا تنمية جيدة وندفع عجلة التنمية في ولاية زغوان، طبعا دائما من خلال ما نترقبه من المجال المحلية. نرجع ونقول المسألة مسألة صلاحيات، ما هي الصلاحيات التي ستسند تشريعا لهذه المجالس؟ هذه ناحية. ناحية ثانية هي حلمة كبيرة ما هيش خايبة. زغوان نحب نقول لكم اللي هي أكثر ولاية تحدها عدد من الولايات، اللي هي تحدها بن عروس، نابل، سوسة، قروان، سليانة، باجة ومنوبة. إضافة إلى عدد السكان اللي قلته، هذه ولاية بوليفالنت نجم تقول. نعم. العقل الخلاق لم يمر على الزغوان كما لم يمر على تونس بصفة عامة. راو ما تظنش اللي تو نجيو للساحل، تظنش اللي الساحل راو لاباس، لا 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 مش صحيح. زغوان ولاية كانت تنجم تكون أيقونة في الصناعة. ما ننساوش اللي زغوان عندها من أفضل أنواع الحجر ذاك الجرافيي اللي هو من أنبل ومن أفضل لكاريير عندنا، وهي من أهم واللي هو حجر السكة الخشينة ذاك. نعم. وكذا كذلك عندها المياه، هي مصدر الحياة زغوان راي بالنسبة لتونس، بالنسبة لتونس الكل. أنا الوين وهي قطب المياه المعدنية ولاية زغوان. زغوان أيضا المعلم التاريخي هذاك اللي هو يترافق مع أسطورة
اللي هي الحناية وما أدرك ما الحناية. أنا مشيت عام 92 لأول مرة للصين اللي مشيت لها 8 مرات. عندهم البحيرة متاع الصين خاطر في بكين، بكين ماهيش كونتيننتال ما فيهاش بحر، فيها بحيرة تقول بحر معناها عاملين. شي يقول لك الأسطورة تقول؟ تقول راهو أمبرور واحد من القادة عملها على خاطر زوجته جابها من منطقة بحرية فعمل لها هذيك. احنا زادة عنا الأسطورة هذه اللي نعيشوا بها، ما زغوان كيفاش تعمل وكيفاش تعملت الحناية. دونك انا نقول اللي زغوان مظلومة كما تونس كلها مظلومة، ولكن الظلم تاع زغوان شو فين يجي؟ انك يا رسول الله اكثر من المعدل الوطني في البطالة وفي الفقر وكذلك في عدم التمدرس. علاش يا رسول الله؟ نعم. لانه زغوان بتضاريسها بريافها بغيره. حبيت نقول اللي انا السيده اللي اعطتني جيت متغشه على زغوان، متغشه من اجل زغوان. يا اخي لقيت المراه كيفاش تحكي، السيده اللي شاهدناها في السيده اللي مشاركه في ذكرتني بميمونه في كتاب السد للمسعدي التي هي تمثل العطاء والخصب والارض وعكس غيلان الذي يحاول كما سيزيف، معناها هو حاملك الصخرة متاعه وكل مرة يطلع سفح الجبل وبعد يرجع. فأنا بالنسبة لي العطاء واختيار البروفيل هذا خارق العادة، ولكن زغوان يمكن أنها تتحرك والتنمية فيها تكون بأسرع الطرق، لأنه عندنا المنطقة الصناعية فيها نقلة نوعية صحيح، ولكن بإشراك أهل المنطقة وبالعقل الخلاق الإقليمي والوطني. نربط معك سيسفين بإشراك الرأي أهالي المنطقة، 6 معتمديات في ولاية زغوان بما يعني 6 مجالس محلية، ماذا يمكن أن تغير هذه المجالس وكيف يمكن أن تستغل الخصائص اللي ذكرناها واللي تحدثت عليها من الأستاذة فاطمة باش تكون زغوان بالحق معناها قاطرة وقطب للمنطقة؟ والله أنا باش ما نعاودش كلام فاطمة، أما نقول لك مثال عنده مشكلة كبيرة للأسف الشديد هي مشكلة الماء. يعني صواف عطشان الآن، فهمتي معناها لو مقرن عندها مشاكل كبيرة، الطبقة المائية زادت هبت، وطبعا عندهم جبال زغوان وعندهم كانوا يجيبوا الماء على 132 كيلومتر من القرن الثاني الميلادي معناها جابوه حتى القرطاج. وعندهم كذلك مشكلة أخرى زغوان اللي أنت قلت مدينة سياحية، مدينة أندلسية وفيها تقاليد بدنية كبيرة مولاد سيد علي عزوز، وكذلك فيها أكلات طيبة جدا، لكن ماهيش في المسلك السياحي التونسي، مسلك السياحي تلقى فيه قلوان، تلقى فيه الجام، تلقى فيه سوسة، مدينة تونسي لبوسعيد ما تلقاش زغوان. وكذلك عندها رصيد اللي قلته فاطمة قبيلة، عندها رصيد فلاحي كبير يجب أن نحافظ عليه، ما يلزمش يصير في زغوان اللي صار في مولناك، خاطر الناس توا مولناك تعبات والأراضي كل خذاوها، ولا يقولوا يا بدر نمشي أرض في زغوان يشيها بالحبل ومن بعد يبنيها، يلزم المحافظة على التنوع نتاعها. هي في الإقليم اللي حكيت عليه اللي فيه تونس ومنوبة وأريانا وبن عروس وزغوان يعني هي تمثل 23% ونابل، هي ونابل تقريبا قد تقدع على مستوى المساحة، والسنين عندهم خاصية حتى في فترة ما كان ثم شركة تنقل بين زغوان ونابل عندهم مشكلة النقل، مشكلة المدارس بعيدة. دونك المجالس هذه يجب أن تكون لها المجالس، خاصة المجلس الجهوي اللي مش يكون عنده مجالس محلية، المجلس الجهوي نتاع المنطقة ككل يكون فيه آليات من أجل اللي موجود في زغوان توفروا لتونس وتوفروا البن عروس، والمنطقة الصناعية كما قلت عندها بوتنسيال كبير، وبالتالي زغوان يلزم نحلموا بها للمستقبل. زغوان اليوم فيها نسبة فقر كبيرة، فيها شح مياه كبيرة، مشكلة طرقات كبيرة رهيبة في زغوان، رغم اللي جبل زغوان راهو ريزيرفوار نتاع مياه، انت نفيذة غنية بجبل زغوان والزريبة وغيره. دونك اليوم بكل صراحة ننتظر من المجالس الجهوية باش ما تكونش اسم بلا رسم أو مجرد هاو انتخبناهم وقعدوا غادي وبعد يدخلوا، لا يلزم تفهم أنه صلاحيات نتاعك أساسا تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية. زغوان كلها ايكوسيستم، زغوان تنجم تاخذها وحدها تولي الولاية كلها نتاع زغوان كأني محمية، لأن فيها نباتات خاصة بها، فيها النسري اللي هما يستعملوه في كل شيء، فيها أكلات كذلك وغيره خاصة بالمنطقة، وفيها معناها بوتنسيال كبير، وفيها شباب كذلك على مستوى السكان، يعني ماهيش متهرمة كمناطق أخرى. كما خاطرك فاطمة هذه معناها عندها القروان والسوسة
وبنعروس وتونس وعندها عديد الولايات هي مرتبطة بهم. كيفاش نجم تستغل ولاية زغوان يعني التقسيم الجديد يعني وليتم على بقية الولايات اللي ذكرناهم، كيفاش نجم تستغلها وتستفيد؟ نجم تستغلها هي كقطب من أقطاب السياحة الكبرى بار اكزومبل، كقطب من أقطاب الصناعة الذكية مثال تقول باش تعمل مثال هكا نخمم بالابسول لما نقول زغوان مادام فيها منطقة جبل الوسط وغيره نعم. فيها الفحص زاد اللي هي مهمة جدا على المستوى الفلاحي. أنت اليوم تقول باش تعمل قطب تكنولوجي صناعات المستحدثة الجديدة حاجة كما القطب التكنولوجي، علاش ما تعملش؟ أنا مشيت كذا القطب التكنولوجي حاجة خارقة العادة موجود في تونس، دونك زغوان ممكن استغلالها بخصوصية جديدة مش تاخذ يعني. وأساسا أساسا الفكرة الأساسية اللي مفهومة الناس الكل راهو كي تعاملت هذه الأقاليم ليس لتوزيع الفقر بل لتوزيع الثراء والنعمه بين العباد. دونك مش نهبطوا نعملوا نيفالمون بالو بلوتو كو نيفالمون بالو با. نحب نحيي اهالي زغوان اللي هما معناها ناس متاصلين واللي هما رغم قربها من تونس كما ولايه نابل قعدت عندها خاصيه رهيبه. نعم يعطيك الصحه الاستاذ سفيان بن فرحات اللي كاتب الصحفي جزيل الشكر، ايضا فاطمه بن عبد الله الكراي يعطيك الصحه. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكون كما قلت مواعيد يوميه اثنين وثلاث واربع وخميس في تغطية للانتخابات المجالس المحلية. الموعد غدا يتجدد مع الزميل العزيز شاكر بالشيخ بداية من السابعة مساء وفقرة أخرى ولايات أخرى في علاقة بانتخابات المجالس المحلية. نقطة نهاية هذه الحصة، نلتقي في موعد لاحقة، إلى اللقاء.